أوكي، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر بالتلسكوب عم بيساعدنا هون رائد فضاء كوزمين حتى نشوف القمر عن قرب. هذا القمر اللي بتغزلوا فيه، بحكي لها زي وجهك زي القمر، يعني ما اعتقدش بعد هالشوفة في حدا رح يتغزل بالقمر، بس سبحان الخالق. حبينا نشارككم هالتجربة. القمر عمره اليوم 13 days yes. 13 يوم، يعني هاي على حسابات فلكية، يعني رمضان اليوم مفروض يكون 13. طيب نعمل واجب، بس راجعوا، بس شو معنى كلمة عرجون؟ يا ريت بس تراجعوا هوم وورك، ما بدنا نضلنا نعطي معلومات وخلص. اعمل مجهود، راجع شو معنى عرجون، ولما تطلع معنى عرجون رجاء ارجع مرة تانية تذكر هالفيديو وشوف هل صدق الله في كلامه كما يعني دائما ربنا صادق. ما معنى كلمة عرجون؟ They are asking me, can you bring it all as a I think we can, no? Yeah.
It's popular. What do people say? And they are amazed. Now this is it. Is live or not yet? Now you're gonna put it live. It's live. It's live already. They hear us or not? Hello. شايفين القمر لم يكتمل. ما وصل لدائرة كاملة، يعني اليوم 13 إن شاء الله 14 15 ينتصف رمضان. سبحان الخالق. ولو تركنا الكاميرا ثابتة ولو إنه الموضوع صعب، راح تشوف كيف الأرض تتحرك والقمر يتحرك، لأنه ربنا خلق كل شيء في حركة. حبينا نشارككم هالتجربة، تشوف كيف خلق الله. هذا هو القمر. أعتقد هاي راح تكون تجربتك أقرب ما تكون إلى القمر. هذا الشهر الفضيل، حبيت أستغل الشهر الفضيل للتفكر والتدبر، وسافرت اليوم رحلة طويلة جدا للوصول إلى صديقي الغالي رائد الفضاء كوزمين، المهتم جدا بهاي الأمور، وطلبت منه أنه إحنا نصور هالموضوع للناس حتى تنظر إلى خلق الله. فالإنسان اللي بيفكر حاله شغلة كبيرة، يشوف ربنا خلق شغلات أكبر منه بكثير، ولم يعجزه خلقهم. فإذا كنت خايف على رزقك ولا خايف على بكرة، شوف ربنا بماذا يتحكم وما يستطيع وقدرته. شوف هذا القمر والأرض والدوران والشمس والكواكب، يعني ما نستطيع أن نقول إلا سبحان الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا. طبعا أنا عارف أنه في كثير منكم كان نفسه أنه نشوفه هلال عشان العيد، بس إن شاء الله كمان 15-17 يوم. هذا هو القمر. طيب أنا بدي أتمنى لكم يوم جميل وسعيد. حبينا نشارك هالتجربة معاكم، وأتمنى أنه هالفيديو يوصل. أعطيناكم واجب رجاء. ما معنى كلمة عرجون اللي ذكرت في القرآن الكريم عن القمر؟ لأنه هذه الكلمة فيها إعجاز في الوصف. مش بدك تقرأ القرآن، اقرأه صح. ما معنى عرجون؟ يعطيكم ألف عافية.